قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. شغل في الطوموبيلات الترويضه ما عرفتو تصاوبوها، عطيك بومبيا يصاوبوها لك. خيناك البوطيب عليكم. الهضره ما قلتي بها. من دراك يسون جامي في انسان دون فواتور. انت هي ما كديرها حتى كيكون واحد زربان. عندك باش تبدلي؟ راه إذا جات على خاطرك، راه كلشي في الكفر. أنت ناضية. بارك الله فيك. مسحي ديك لابس حوايجك. ميرسي. وسمح لي إلا ديرانجيتك. ما كاين مشكل. نسيتي اسمي حميد. نسيتي. مادموزيل رشيد. باردون مادموزيل؟ رشيدي. سعيدة. مشرفين سعيدة. يمكننا نتغداو جميع؟ اسمح لي ما يمكنليش. واخا نتسناو حتى يمكن ليك. ياك بعدا كتلقاي الوقت فاش تغديه. ما لم تلقى. ودابا عندي معلم مرة أخرى. فين نشوفك مرة أخرى؟ نسيلك شخباي. واخا بون جورني. ميرسي اسمح لي راني مزروبة. Je vous écoute, mademoiselle Rachidi. Merci, monsieur le président. Donc, je voudrais plutôt proposer un séminaire pour les cadres, et dont l'intitulé serait par exemple « Pour la recherche d'une meilleure efficacité, pour l'amélioration de l'encadrement ». Son but serait de sensibiliser les responsables pour l'amélioration de la qualité de l'encadrement, et de leur faire prendre conscience de son impact sur l'efficacité et le rendement. Si vous permettez, monsieur le président, j'aimerais faire remarquer à madame la responsable des ressources humaines qu'il ne s'agit pas seulement d'organiser un séminaire, mais plutôt de nous proposer des solutions concrètes et pragmatiques afin d'améliorer le rendement de notre personnel.
Écoutez, pour vous répondre, sachez que l'encadrement est un champ relationnel qui met en jeu un dirigeant et son équipe. Et pour être plus concrète, comme vous le dites, c'est la manière dont un dirigeant fait fonctionner son équipe de travail. Et j'insisterai, si vous le permettez, Monsieur le Président, sur l'importance d'un tel séminaire qui nous éclairera tous sur la façon de gérer des hommes. C'est juste qu'il t'a chaud. C'est chiant. واحد شاف الاخر يقول لي عينيك حمرين قال لي الاخر او اوكي ضروني ويالو حميد شكون حميد وي عرفتو لا ما عندوش رانديفو لكن غير قولي يدخل بونجور بونجور تفضل ان كافي وي سي سا نو ديرونج با نو با دو تو دو كافي سي فوبلي Implique me? Bien sûr. J'adore le café avec une bonne cigarette. Moi, je préfère le café sans cigarette. Oui, allô? Mais non, je vous l'ai déjà dit, il n'a pas le profil pour ce poste. Oui, je sais qui est son père, mais j'y peux rien. Bon, très bien, que le président décide, moi, j'aurais dit ce que je pense. Oui? Vous allez appeler la banque et vous décalez mon rendez-vous d'une demi-heure. Mmh. Et n'oubliez pas de me faire signer la lettre que je vous ai donnée avant de partir. Bien, madame. Je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui. Je vais vous la facture du dégraissage. Je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous 300 dirhams. Qu'est-ce que c'est 1000 riyals. عرفتي يمكن لي ندير بلاش ولكن بواحد الشرط الا قبلتي نتعشاو جميع سعيده اسمنا على مسمى اتمنىك تكوني دائما سعيده تتهلي بان من المستحيل الانسان يكون دائما سعيد انت سعيد واش انا سعيد ما نعرف كنظن ان توكا سوي انجينيور انفورماتيسيان بصحتي ما خصني خير ولكن عندي مشكل واحد هو بديت كنمل العزوبه كتعرفي كيجي واحد الوقت على الانسان كيبغي يوقف ويعاود يبني حياته ولكن المشكل هو مع من فين يمكن تلقى المراه المثاليه شنو هي المراه المثاليه بالنسبه لك مرأة مودرن ذكية متفاهمة ما نعرف مرأة مثالية وصف ولكن أنا من الصباح وأنا كنهضر وأنت غير كتصنتي لو حتى هادشي علاش مرأة متعودة راجل ديما تيقف نفسه وتيعبر والمرأة تتصنتي ياك هكدا ربونا الراجل هو تيعرف وتيفهم المرأة غير مرأة أولا لا لا هاد النوع العيات ما كيعجبنيش عرفتي انا بالنسبه لي المراه عندها دورها مهم واللي كيخصها تقوم به في المجتمع المراه كيخصها تفرض الاراده ديالها في الدول رجال كاملين تيدوا بحال هكدا صافي مودرن انتليكتوال اوفير صافي بيان كو ولكن اش ولكن 7 ايام ديال الباكور في ساعه تدوز هادو هما الرجال لا ماشي كلشي سي بيان بوسيبل مي ان اتاندون موا جو تري بيان دان ما بو حتى انا عندي خدمه تعجبني وعايشه حياه جميله مع والديا
واخا هما بطع عليهم غير فوقاش نتزوج. وبالاخص الوليده مسكينه خايفه اني نبقى بايره. الوليده ديالك ظاهره مرات كيا، ما كرهتش نتعرف عليها. حيت يفكرني في طفولتي ملي كنت صغيره. كنا تنجيو كل عام مع والديا ندوز العطله ديال الصيف. جاني قاعده ان سوبر سوفنير. حنا الوالد كان كيدينا نخيمو في سيدي بوزيد. واخا كان عقل ملي كنت صغير كان كيعجبني البحر، ولكن ملي كبرت وليت كنفضل الطبيعه بعيد على المدينه وسط العار. با التليفون، با ستريس، با كلاكسون، با داجندا، با رانديفو. لا في سي تالمون بلوس اغريابل. واي عندك الحق، العائلات ديما عندهم الحق، خاص غير اللي تصمت لهم. انا اللي كنصمت. عمرني ما ننسى الايام اللي دوزت في لافاك ملي كنت في فرنسا. الجامعه ساعدتني بزاف باش نكون شخصيتي. جادوري سيت سونساسيون دو ليبرتي دون الكامبوس بارمي لي ستوديون، سان تابو سان ايدي روسو. كان يمكننا نتكلموا بكل حريه. انا ما خديت البكالوريا مشيت نكمل قرايتي في بلجيكا. بقي كنعقل كنت انا واحد المجموعه ديال صحابي كنبقاو نهضروا بالسويع على الوضعيه ديال المراه في العالم الثالث. كنا مامنين باللي المراه بحالها بحال الراجل، كيمكن ليها تتحمل مسؤوليات في المجتمع، ولكن بشرط الا تعطات لها الفرصه. وهادشي كنامن به. انت ماشي كاع الرجال. ما خصناش نسبيو كلشي في الرجال. ما ننساوش باللي التربيه اللي تعطات لهم حتى هي كتلعب دور. خذي مثلا غير كوبل عايش هنا وواحد اخر عايش برا، شوف الفرق. الوغ طومبي بور لي فام كوم مو اللي اختاروا يعيشوا في بلادهم. عرفتي ما نكرهش شي نهار نشارك في شي حزب سياسي باش ندافع على حقوق المرأة من خلال المنبر الرسمي. اوكي على المنبر الرسمي وما نعرف. وانتو كان ما كنفهم والو في السياسة. ايوا فاش كتفهم؟ في المشاريع. الحلم ديالي هو شي نهار ندير شي مشروع ديالي، حتى لين نخليو الشمايت كيربحو الفلوس على ظهرنا. عندك شي خوت؟ ثلاثة غير خواتات، جوج فيهم كيخدموا في الخارج. سعادتك أنا غير بوحدي. يا أختي راد ضحكة؟ حامد وعدني بلي غتقطع الكارت. Merci beaucoup, madame. Oui. Bonjour, madame l'Arabie. Rachid. Ça va? Je peux. Je suis convaincu.
On avait très envie d'avoir un enfant. Non, je comprends. On a l'embarque comme ça. On va y aller avec. On a l'air qu'on voulait dire que c'est un peu. On a l'air. Alors, on a l'air qu'on voulait dire que c'est un peu. Elle est très bien. Elle est très bien. Elle est très bien. Elle est très bien. وهادي اختاري اللي بغيتي، المهم نبغي ولدي يلبس احسن ما كاين في السوق. ولدك باش عرفتي غادي يكون ولد ومالا ما تكون بنيته؟ ميمكنش تزاد عندي بنت حيت عارفو غيكون ولد، خاص يتزاد عندي الولد هو الاول باش يحمل الاسم العائلة. تصوري الفرحة الوليدة فاش يتزاد عندي ولد. دابا تشوف غادي يكون بوغوس بحال بوه. نبداو نمشيو انا ويانا لحد نتفرجوا في الكوره. لاباس لاباس سيدي. يا مبروك. الله يبارك فيك حاجه. لاباس يا وليدي. الله يبارك. ومبارك يا مسعود العزبه. الله يبارك. يا ترزق ان شاء الله. شفتي على غزاله؟ هسها هسها في يديك. لا الدراري الصغار كنخاف منهم. هاد بنت ياك؟ لا علاش؟ خصني نمشي، خلي الخدمة كتسنى، سامع ترجع. مرحبا، مرحبا ونهارك مسعود. علينا وعليكم، كل فرحانة إن شاء الله كنزة في حياتك إن شاء الله. بارك مسعود الحاج. بارك مسعود الحاج. بارك مسعود الحاج. بارك الله فيك. أسلمتك. لا 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 خوين زين لا 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 حبيبة. ياكي جاتكم بنيتي. تبارك الله. غير خويا حميد محطوطة من صوتها. لا واه بنتي مازال ما يبانش الشباب. إوا هي حتى كتخرج للأربعين. خسارة. خسارة بنية ماشي وليد. وليدي حميد مسكين قلبو كيتحرق على الولد. وحتى انا كنموت على الولد. حتى انا كنموت على البنات. اللي جات من عند الله مرحبا بها. وبالصراحه راه ما كاين شي ما احسن من البنات كيكونوا حنان على الوالدين وبالخصوص مع الاب. اولا ميرسي حبيبه. اسمحي لي الا ما جيتش من قبل راك عارفه الخدمه. عارف. ايوا فين هاد الغزاله؟ يلا مشاو يبدلوا لها في لا نيرسوري. غير بوحدك؟ يلا كي خرجت الوالده. وحميد؟ مشغول. تي با سافوار سكو جو سوي زوغوس بوغ توا. عطاك الله داكشي اللي كنتي باغا. كتعقلي؟ ملي كنا مازال كنقراو كنتي دائما كتمني تكون عندك بنيه. نعقلوا بهاديك تنت. قولي لي كيفاش غتسميها؟ مازال ما عرفتش. انا كون كانت عندي بنيه كنت غنسميها امل. ولكن خصني بعدا حتى القبا. Thank you.
مشاش البنيه. حميد، شنو غتسمي بنتك؟ كنت عوال على ولد، كنت باغي نسميها عبد الصادق، سميت واحد صاحبي كان كيقرا معايا، مات صغير، كنت متأكد غيكون ولد. مع الأسف راه تزادت عندك بنت. ملي ما اختاريتي تاشي سميه شنو دار لك الا سميناها امل؟ ما تنساش راه خاصني نوجدو الاسبوع. سميها اللي بغيتي، زيدون انا ما نحضرش الاسبوع، عندي ديبلاسمون، يمكن نغيب على الاقل يوم سمان. شي كاع ما كان في خباري. كنتي معايا فاش قتل بيي. زيدون هاي دابا فوقك. الو، thank you.
على دار فيما تحتاج شي حاجه ما تلقاهاش. ودابا باش غنحسن باش المكياج وتخربيق العيالات ما كيخطاش منها بالدار. وموزيا الحسنه خصني تنجهل عاد نلقاه. الله يرحمك با، كون وقع لي هادشي كون جرى على امي شحال هادي. قلت لك مسؤوله ومقابله شركه، قابلي بعدا دارك وعرفي اش خصها. وفي خبرك بعدا باللي يمكن لي نجلسك من هذيك الخدمه اللي مفرعنا علينا بها. تو اسمح لي. بقى هنا؟ واحد دقيقة وأنا معك. دابا خصني نقولها لها دابا، إلا ما قلتش لها دابا غادي يهزني الماء. يلا 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 با رشيد يلا تشجع وزعم يلا. سعيدة عندي شي حاجة مهمة بزاف بغيت نقولها لك. حتى أنا بغيت نقول لك شي حاجة مهمة بزاف، أنت الأول اللي من غادي نقولها. أختك غادي تزوج، كنموت عليه. C'est un type extraordinaire. Il est très gentil, cultivé, ou il est aussi fou de moi. Malk, je te que pas de mal avec le hal. معلوم معلوم يعجبني الحال. انا هو اللي خصني يعجبني الحال. Je ne veux que ton bien. انت عارفه هادشي. معلوم عارفه. شنو هي الحاجه مهمه بزاف اللي كنتي باغي تقول لي؟ لا حاجة نكتة نكتة الساعة ما كتضحكش ما كتضحكش. مازال هنا؟ مازال معتلة شوية. أنا مشيت. صباح الخير. صباح الخير. سوربريز. بارك عليك من الخدمة، خلي شوية غدا. حتى أنا اللي تعيت. الليلة كنعاود عليك نتا شغل برا. وأمان؟ كلفت كلشي، كنزة غتقبلها. ستيفن. عقلتي شحال هادي كنت قلت لك عندي واحد الحلم كنتمنى يجي شي نهار اللي نحققو، هو شي نهار ندير شي مشروع ديالي. علاش لا؟ وي مي كاين واحد المشكل. شنو هو؟ فلوس. حتى ماشي مشكل، يمكن لك تطلب خديجة البروموتور. كي ما فكرت فيها حيت كان كيسحبني. شنو كان كيحسب لك؟ كان كيسحبني ما نحتاجش الكريدي حيت مراتي عندها الفلوس اللي ورت. ما كرهتش، ولكن حتى انا عندي مشروع هو بالنسبه لي مهم. كنت كنعرف بلي تا مادام عندها المشاريع المهمه. كون عمرك سولتيني كون عرفت. ما بغيتيش تعرف شنو هو المشروع؟ صافي ماشي مهم. بالنسبه لك المشاريع ديالكم هما المهمين. صافي سيل دوبلي هون هذا الموضوع. لا بالعكس جبدوا هذا الموضوع. صافي سدينا حسابها فك. بيبا ها هي ماما. ها ماما جات. بقيتي بوحدك؟ ها صافي عندي ماما باش تاكل. شنو تي ماما؟ صافي هي جات نمشيو ناكلو دابا. يلا
غاديش تعاونيني. راه معاك كندوي. راه حنا دوينا بعدا. يمكن ليش نلوح فلوسي دورت مشروع فاشل. واش عرفتي فاشل باش؟ قولي ما عندك ثقة فيا. شوف حميد، ما غادي نبقى خلص زبالة الفلوس وكرهت طول حياتي. وزيدون كون كان الوالد الله يرحمه مازال عايش كون يشجعني على هذا المشروع. طالما ما نخلصهاش فلوسي عمرها ما تكون داري. منيتك ناقصة. يا الدار غنتكون فيها بوحدي. ولكن أنا بغيت الفلوس باش ندير مشروع، ماشي باش نبني دار. وزيدون مال هاد الدار هادي؟ ما عجباكش؟ كانت شي مرة أخرى كون وقفت مع راجلها تاهي وقف على رجليه. ولكن أنت هي هكذا كيهمك غير راسك. وتكون عندك الشجاعة وقولي لي في وجهي، قولي ما عندكش ثقة فيا. شجاعة مرة ما خطاتني وهادشي راك عارفه. وباختصار ما يمكنليش نعطي فلوسي لراجل ماشي مسؤول وليت يدخل سكران كل ليلة. الفلوس هما اللي كيتسركم. بل كتعطى لكم شوية ديال السلطة كتسيفوا. ولكن ها شوف نتوما هكذا طلعوا تتعياو من السما وبلا رجال ما تسووا بصلة. انت بنتك ما كتعرف غير تبكيها. اه انت فيما تبغي تهضري وتهربي من الموضوع قول لي يا بنتك تبكي. لا بغات تبكي على مالي. مرحبا بسي حميد، عاد كنا كنهضروا عليك قلنا سويرتي واش تبان هاد الليله. عندي تنانيت ما كنتش غنجي ساعه قلبت صباط في الدار مع المراه زدحت الباب وخرجت. ثق بيا با حميد، العيالات كمونيات الا ما حكيتيش لهم زنافرهم على الارض ما تيكونوش على خاطرهم. النهار الاول كيموت المش برد برد مع راسك. هادي اللي عندي كاع ما كاينه بحالها قوت القرايه كتخرج عليهم. ياك نهار بغيتي تتزوج بها علمتك، خص الواحد يكون مسطي الا بغيت يتزوج بمرا قاريه بزاف. بغيتي تهضر معاها خصك محامي. سولني انا اللي مجرب هاد النوع. داكشي علاش خوك من بعد شهر الباب طلقت. هادي كانت من نوع من اللي فيه الفهمات بحال السلعه ديالك. تمشي دابا تفهم على ما راك غير كتخور مع راسك. مرتي ما عندها حتى الشهاده الابتدائيه ومشرباني الحنطل. شتي الزواج راه غير سويرتي. عرفتي اش خصك دير ابا سطوف؟ حسن تمشي تشوف شي فقيه يسبب ليك. فات فيك الفوت، باينه المراه ملغجاك كترات لك في المجمر. ايوا وشنو وقع لك عاوتاني؟ قالت لك فلوس هاد الورد وتشري بهم دار باش بو علي في القبر يبقى على خاطر. واش فيها من عيب اخويا؟ هاد المرة عندك راه تزار. تزار؟ اش كتخرف؟ واش طايح على راسك ولا مالك؟ هاديك راه قاتلها الغيرة والعيالات كلهم كيخافوا من الراجل اللي نجح في حياته. وهاديك الهضرة ديال المرأة ملائكة كولا. شتي إلا جيتي تشوف راه عندهم الحق. واحد الراجل ضربها الحزقة هو راه درويش غير كيبدا يدخل الفلوس كيعفرت. مشروع الأول عنده هو يبدل المرأة. أنا نيت اللي كنهضر معاك والله كون جاب لي ربي شي رزيق يتنصرف ديك العقرب ديالي بشي حميمه. ولكن اخويا انا الله يحسن عواني. دابا تكلمت يا با سطوف هذاك هو سرهم. هز طلق. شوف حميد فين داك النشاط والتقشاد ديالو؟ شكون سبابه؟ مراته. حميد كون كنت بلاصتك والله يحتن الدم برا. شنو خصني ندير في نظرك؟ هجره. المرأة إلا بغيتي تسمم لها حياتها ما تبقاش تعمر معها، نخلها. وهذه التبهديلة اللي عمرها ما غادي تصرت لها. كما بغات تكون، طبيبة ولا صبانة. هادي نيت راه 15 يوم وأنا كنعس بوحدي. صافي، هادو هما النصائح ديال ولاد الناس اللي كتعطيه. شوف يا حميد، واحد النصيحة، سير دخل لدارك، ونعلي عليك الشيطان، وحمد الله على المرأة اللي عطاك، واللي ذنبها الوحيد هو أنها باغا تشري دار. حيت كون كانت شي مرة أخرى كان يمكن تخسر فلوسها كلهم غير في الدابة. ها ولا السي عزيز. Thank you.
Merde. Ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. Safi, maman, Safi. Une simple angine. Je vous donnerai ce traitement et dès demain, il ira mieux. Mais si au bout de 24 heures, ça ne va pas, emmenez-la chez son pédiatre. Voilà. Merci. Je vous en prie. ماشي من تقاليدنا. هادشي اللي وقع بينك وبين راجلك حاجة عادية كتوقع في كل دار. باك الله يرحمه شحال صبرت معاه وشحال غلط فيا، ولكن عمرنا ما تفارقنا حتى فرقتنا الموت. الله يرضي عليك يا بنتي، الله يرضي عليك. لا تخليسي الشيطان يلعب لك بعقلك. البنت غتشديها وقرديها طرف طرف وسويها كلها انت وبنتك. تا كنت شنو ان شاء الله؟ سير الله يلقيها لك ان شاء الله كحلا زحلا، سير الله يلقيها لك، ما عرفت الله يوعيك وتصحرا، بالحق لا بقات بك ها هي، عاد سنى بناتي، الله يخليك في الخلا، يا والزحرام يا الشيفة. سديت حتى هاد الصباح باش نعاود لك واحد النكته، ولكن الغالب الله شات ما تتفكرها. اه وانت ما تفكريش الموعد اللي كان عندك هاد الصباح مع السيد ادريسي؟ جي كومبليتمون بلي. انا لا تهناي خوك تكلف بالقضيه. ميرسي راشد. ميرسي. حنا غنبقاو العام اللي جاي القناه. ميرسي 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 بوكو 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 بوكو. الو
باش نقرب للتوعد تاني البارح. جاوبني خديجة. نعم خديجة، نعول عليك هاد الليلة ياك. إلا وقع شي مشكل أمل، راني مرا دري الصورة خليتها محطوطة قدام التليفون. ميرسي. سيمشي تعطلت فين غادي؟ وعدت مدام تعشى اليوم برا. كانوا هيك دابا عجبتيني. هذا هو حميد ولد الناس اللي كنعرف. انت دابا تقفتي لنا الجلسه. علاش؟ غتشيل من وجهنا الا مشيتي غادي تقودها وصافي. شرب معانا كاس، افتح الشاي ومن بعد سير تعشى الله يعاون. بون واخ، ولكن كاس هو الاخر. وقيلا مشي الناس. سي حميد عاود ضحك عليا، بقيت سير ليلة على والو. سمحي ليا. معليش حتى انا غنمشي نعس. صبحي على خير. صبح على خير. بغيت حياتي تكون دائما بحال هاد اللحظة. يا ربي دوما ساعة. بغيتك توعدني بلي غنكونو دائما سعداء. وعدني. كنوعدك الحبيبة. Je suis si heureuse que j'ai peur. Notre bonheur me fait peur. مناش خايفة؟ خايفة لهادشي ما يدومش. خايفة لهادشي نهار تقلب عليا. J'ai peur de me réveiller et d'avoir tout simplement rêvé ce bonheur.
تفرح عليا. تفرح الا بغيت تفرح، اليوم من حقي نغور باش تعرف شحال تفرح لخواتك. عييت منك، عييت عييت عييت. مدام فيزيكوت اكسكوزيمو، جو بونس كاكتويلمون دان نوتر انتربريز l'encadrement se limite toujours à confier un travail et à recueillir les résultats de ce travail. Contrôler les retards, les absences. Excusez-moi, je ne retrouve plus mes notes. C'est peut-être ça que tu cherches? Oui. Et il y a aussi une mauvaise répartition des attributions et une confusion dans le travail. Il faut également relever l'absence de gestion des conflits qui sont justement dus à cette confusion dans le travail. Ça ne va pas, madame ? Si, si, ça va. D'où la nécessité impérative d'établir une stratégie de travail, de déléguer les pouvoirs, de responsabiliser les subalternes, de gérer les conflits et les tensions, d'impulser le potentiel de groupe, afin que les éléments de celui-ci se sentent impliqués par l'exécution des tâches. Je vais l'être, c'est la Rachid. C'est parce que tu es la seule femme cadre. Alors moi, je dois arriver pour faire ça. Ah oui, il y a un homme. Le Rachid, c'est la Rachid. C'est pas facile à assumer, crois-moi. Moi, en fait, le bled, tout ce qui est regardé, ça a d'aimé t'aïch, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Il y a ça, c'est là, c'est là. Il y a que ma d'achouk, ma m'a c'est là. Fouk, dis-moi, je veux. Merci, Rachid. C'est une autre année, comme je ne veux pas te faire. Mais il me kench. Alors, quand je suis un rajol, ou un rajol, il y a le bissah, merde, d'aïch, un marat, ou un kaf, je ne veux pas. C'est parti, la côté rajol. Progénia. ديال الألف فرانكات وداك ولدو شوية مكلخ بحال هاد الشغل ديالي، قال ليه ألف فرانك غتشد بها الطوبيس وألف فرانك غادي تقدا بها. جا ولدو قال ليه إنا هي اللي غتشد بها الطوبيس وإنا هي اللي غادي تقدا بها. سعيدة؟ سعيدة مالك؟ انت ما كنتي كتضحكي. خلاص خلاص ما غاديش يضحكي فيك الشمايت اليوم. حميد بغيت تلاق. حميد راه معاك كندوي. سمعتك. خاصك تقرر. وانتي قررتي؟ بغيت تلاق. هي بغيتي تلاق. بغيت تلاق. واش ما كتشوفش بلي العيشة حرارت؟ شكون السبب؟ ماشي مهم. بالعكس هذا هو المهم. العناد ديالك كون عاودتيني فلوسك ديال الورد كاع ما نوصلو هادشي. انتي سببي اللي ولينا هكذا. كيسحبني مختلفة. صعب بحالك بحال جميع العيالات كلكم انانيات. هاد الخطبة كلها ما بقات صالحة لوالو. كنطلب منك تكون ولد الناس وتعطيني براتي بلا خصام بلا عداوة. وما نكرهش نبقاو اصدقاء. اصدقاء؟
صعب راسك في السويد. ما فهمتش. دابا تفهمي. شوف لي ما ناكل في الجوع. والله ما وليت قادر ندخل الدار بالله. مع الدخله كتبدا تسمع اخبار النحس. ولدك طاح في الدروج تهرس من دراعو. الجاره اللي فوق منا كبات الماء مسخ على النشير. الاخر هرس التلفازه مول الضوجه. قرعه الغاز تقادات. والنقعة ديال خبار النحس هما النساب اللي جايين باغيين يدوزوا عندي سيمانه على دار خوكم. وانا لمن نشكي مراتي ما مسوقاش ليا، ما عارفاش بلي عندي مشاكل في الخدمة وبلي كان ندمر شهر كامل باش هي تخسر كل شي في سيمان. والله ما بقيت قادر ندخل الدار بالله. وانت اخويا اللي باغي الزواج عرفتو اخر خبر؟ مراتي طالبة طلاق ولكن بشرط نبقى اصدقاء. هادي كتحلم خليها تحلم. طلاق عمرها سمعت شي مرة كتقول طلقت راجلي. حنا كنعرفو الراجل هو اللي كيطلق. المرأة عندك قارية بزاف ابو حامد. مازال ما كتعرفنيش. هادي المواطن نشطحها. حميد نعل عليك الشيطان. كاين شي شيطان قد العيالات تسرو بلا قياس. الراجل الحر هو اللي خصو مرة مرة يفكر المرأة إلا تسرات بلي غادي تبقى ديما مرة. شغلها الولاد والكوزينة. كوب كوب نشربو كوب. بغات تطلق بلا حشمة بلا حيا. عطاها ربي راجل مكمول من كل جهة. بالحق تيقولوها كيعطي ربي الفل اللي ما عنده دراس. عندك الحق ماما، ولكن هو اللي غلط. هو اللي حلال العينين ومفشها أكثر من القياس. قوة الخروج وقوة السفارات ها الريستورات ها لي بواط وباريز واللي عندها بحال غدا المارشي. مالك اخويا وليتي نصراني؟ ماشي لخاطرو مسكين ما غتكون هي سحره ليه. لو كان حتى انا كنت كنعرف نعمل اللي كيديروا العيالات. لو كان حتى انا تحت شي ولد الناس اللي فش ليا بنتي بحالو. هذا كله زهر ما جات لا بشطح ولا برديح. جات غير بالسعد المليح. ايوا هادي اللي قالتك بغات تطلق. شي يقول لها راسها زعما دخل الحمام بحال خروجه. كتحلم خليها تحلم. انا عمرك سمعتي بشي مره قالت لك طلقت راجلي؟ راجل هو اللي في يديه طلق. طلق يا بنيتي كيدخل فيه ابليس. فكري مزيان قبل ما تندمي. البكاء مول الميت خساره. فكر غير في بنتك كيفاش غادي تربيها بلا باها. أولا بغيتي تولي ضحكة قدام قراناتك ياك. كنتي راس تولي رجلين. المرأة المطلقة يا بنيتي كل شي كينعتها بصباعو. الله يرضي عليك الله يرضي عليك. ما بقيتش تعاود تجبد لك كلمة الطلاق لأن هاد الشي ماشي من عادتنا. شنو اللي في عادتنا؟ الاستسلام والطاعة. ولو يكون هاد الراجل خرج فيه العجب هادي عادتنا. حتى لين هاد المرأة غتبقى بلا شخصية ولا تبقى دائما تحت صباط الراجل ودوي. هادي عادتنا. واش عارفه بان نتوما العيلات ديال زمان مسؤولين على الوضعيه ديال المراه ديال اليوم؟ هذوك الافكار ديال الرجال اللي رباكم بها مواتكم هي نفس الافكار اللي مازال تتربيو بها بناتكم اليوم. شتي انا بعدا بنتي غنعطيها تربيه اخرى. انا باغا نطلب الطلاق ومن حقي نطلب الطلاق. وكلام الناس راه ما كيهمنيش. سعيدة فكرت مزيان في الكلام اللي قلت ليها. خديت قرار مهم. ما يمكن ليش نطلقك.
كومريك. يمكن ليش نشوف حياتي بلا بك. ما تقيسنيش، ما بغيتش ما تقرب ليا، ما بغيتش تفهم، انا ما بقيتش كنحملك. ولا كنتي راجل عطيني براتي. انا ماشي راجل، وبراتك هي اللي ما عمرك غتشديها، وما دمتي مراتي من الواجب عليك تطيعيني. شتي واخا تلقى اسمها مع الارض، انا عمري ما نخليك تقيسني. بزز منك ولا بخاطرك غديري هذاك الشيء اللي بغيت انا، ودابا انا بغيتك، ودابا. ولا مدام سيرتيفيكا ميديكال 25 يوم راجلك اللي دار لك هادشي هذا. سي حميد العرب، واش كتعترف هادشي اللي كتهمك به زوجتك؟ لا سعادة وكيل الدولة، انا عمرني ما حطيت يدي على مراتي. زيدون كيفاش يمكن الانسان اللي كيبغي مراته يضربها؟ كذاب كذاب، راه كيكذب. قعدي الارض وهاد الناس صافك، واش عند راسك راكي في الحمام؟ سعادة وكيل الدولة، انا ضد الطلاق، ما نبغيش نشتت الشمل ديال عائلتي، كنبغي مرتي وكنبغي بنتي، غير هاد السيدة الله يهديها. وانتي واش كتأكدي بلي هو اللي ضربك؟ هو يا سيدي، هو. عندك شي شهود؟ شهود؟ كيفاش مرا كيضرب راجلها في قاع بيتها يمكن لها تجيب الشهود؟ يمكن يكونوا الجيران سمعوا الغواس. ما عرفت. ما يمكن لي نتخذ أي قرار إلا ما عندكش اللي يشهد لك، لازم الشهود. لنفرض أن شي حد آخر هو اللي تعدى عليك، لنفرض على سبيل المثال، ومن بعد جيتي كتهمي زوجك، كيف غادي يكون مصيره إلا كان بريء؟ فهمتي علاش ضروري يكونوا الشهود؟ Thank you.
الله يخليك لالا، بغيتك تشهدي ليا. نشهد لك؟ علاش بغيتيني نشهد لك؟ بلاش غتكوني سمعتي الغوات ملي كان راجلي كيضربني. لا ما سمعت والو. ما يمكنش ما تكوني سمعتي والو. ما سمعت والو، ما غاديش نكذب عليك. وراجلك يمكن هو يكون سمعني. راجلك كان سمع شي حاجه يقولها ليا، وزيدون ملي تكون التلفزيون مشعوله ما تنسمعوا والو. مالك على هاد الكذوب؟ خايفه من راجلك دوي؟ اسمح لي، لكن ما غيمكنليش نشاهد لك. اسمح لي. على السلامة. عباسة ما كتجيش معاك. علاه بنتي صغير. يلا. Ça te fera du bien. انا كنت جيت ندير بحالك كون راني في 36. انا ما تصورش الرحيم اللي انا عايشه فيه. سعداتك اللي باقي ديال راسك. لا سعداتني عندك الحق. خوك محكوم عليه بقى عزري. انا مجوج بمو وخوتو اللي مشومرين واختو اللي مطلقه بجوج وليدات وهاد البيبل كله معاه في دار وحده. Et bien sûr, que j'ai à la savie. Alors si tu trouves que j'ai de la chance, moi je viens te croire. Maman, il m'a laissé la tlaq. Il a dit que j'ai eu. Oh, mais non. Oh, mais non. Mais qui est-ce que je t'ai appris cela? Le cas où elle est juge. T'es qui fait? T'es qui fait quoi qu'il t'a dit? Aïe, t'as lâché. Aïe. Mais ce que je t'ai aïe. انا عارف قدرة تصبري و تلقاي حل. انا مشيت اختي سعيد. راجلك قالك ما بقاش باغي يشوفني هنا. شنو؟ وعلاش؟ حيت انا وامي غنسكنو هنا وعندنا ما نديرو بخدامه. حنا الحمد لله بدرعنا وكتافنا. كيفاش تسكنو هنا؟ هادي راها داري وما نقبل حتى حد يسكن عندي. هادي دار ولدي. انت ما غادا فين؟ انا اللي كنحكم في داري. اش واقع؟ انتي مازال هنا؟ سعيد اللي ما خلاتهاش تمشي، قالت هي اللي كتحكم في الدار. ايوا انت كتشوف. ايه انا اللي كنحكم في داري. ودابا بغيت نعرف شكون بدل سقط هذا الباب. انا اللي بدلتها. شوف هادي داري ندير فيها ما بغيت. ما عرفنا دارك ولا دار امك. هاك خبري ما باقيش نشوفك انا. صافي صافي وليدي. شوفوا وجهك كيف ولا. يلا يلا ترتاح شويه. راه بغا يحمقني. من اختي جي بوزوان داد مو اختو جاو يسكنوا عندي في الدار وانا غادي نطرطق. تو تخون كونت حتى نقفل الباب بدلوه. سي سا كونتيني جو فيغ اون ديبرسيون. ولا اختي شخصني ندير؟ وكوماسي تو فتكلمي. ما خصكش بيني وبين هادشي اطرافك لانهم هادشي اللي باغين. صبري واحد النهار غادي نمشيو فحالهم. بالصبر. دابا تشوفي كلشي هادشي غادي يفوت. شكون في الوقت اللي مزوج وعايش هاني كل واحد عنده حق من المشاكل. غير المهم هو يتغلب عليه قبل ما تغلب عليه. وزعما انت اللي مولفه كديري على العقل سيتي. اي سيرتو ما بارل بلو دو ديبرسيون داكوغ. سعيده جي بسوان ديد مو سي ياك لاباس. واقع ما لقيتش راجل اللي غادي يتزوج بيا.
rappeler que je suis débordée en ce moment, alors évitez de me déranger au téléphone. هذا زايد فيه تخينه سي حامي، ما بقاش عارف حتى الف ما يمشي حتى يخرج لي العقل. ما بقى زايد فيه، راه يحمقني بالمعقول. فو باك تو كراك، سي بتيت كي فو نو. خاصك تبقاي سعيده اللي كنعرف، سعيده اللي كتعطي الاوامر، اللي كترضى التليفونات على عباد الله، واللي كل حاجه كتلقى لها حل. ديك الحل اللي كنفكر فيه ونش خايفه. اش من حل؟ قتلو. ماشي حرام عليكم تخليو بنتي فازقة بحال هكا؟ شنو الحق هجمتو عليا في داري وحررتو عليا عيشتي؟ سمعي مزيان اش غنقول لك، هادي دار خويا وحنا جالسين هنا بالهلا يتبتو ليك، بغيتي ولا كرهتي. الا ما عجبك حال راك عارفه شكون اللي حر المعيشة على ولدي من غيرك. انت هي السبب الا وصل لهاد الحالة. نعم الله، شنو وكلتي؟ كان مسكين غزال قتي بالخزران، لو كان شوفي الا لياتك اللي كانوا كيتمناو يتزوجوا به تخبطي به بحال شي لفعه. هاد الغزال ديالك خوديه، ولا كان راجلي طلقني حيت انا اللي ما بقيتش بغيتو. هذاك طلق هو اللي عمرك ما غتشوفه. اي والله. حميد، راه هاد العيشه ما بقيتش قادره نستحملها. من نهار جات امك وانا عايشه على اعصابي. واش بغيتي ندير لك؟ شو عليا بحالهم؟ جانا مسخوط باش نجري على امي واختي من الدار. بغيتي الحرب؟ واخا، من اليوم ما بقاش شوف الدرهم من الخلصه ديالي. عائلتك ماشي مشروطه عليا. عندك الصح، امو واختو ما مشروطين شي عليك، ولا لا انا عملت جهدي وكثر من جهدي باش تبقى مرصيه في دارك، ولكن هما زادوا فيه كيتهم وتشوى بهم. صافي الله العظيم. عييت ماما، عييت بقيت نعرف ما ندير. ايوا يا بنيتي، شوفي شي حل راسك، شوفي لك شي فقي. شنو تصوريني انا نمشي عند الفقيه؟ مالك انت بحالك بحال الناس، تسبب يا عبدي وانا نعينك. واش كتهضري من نيتك؟ معلوم انا ما كنامنش بالشعواده، وهادشي راك عارفه. ويلي الا ما كنامنش بالشعواده. انتوما يا هاد بنات اليوم ما بقيتيو تامنوا حتى بحاجه، خرجوا عليكم النصارى.
الله يرضي عليك، الله يرضي عليك لما ديري لي خاطري وديري النية وشوفي صفقي. عند الحق شنو زعما انت غتكوني احسن من هاد العيالات كلهم اللي كيمشيو يشوفوا الفقيه؟ وبيني وبينك راه ماشي غير العيالات، راه حتى الرجال. الرجال؟ ايه، ومن هادوك اللي ما يطيحوش لك على البال. على فرايك كيفاش كيديروا حتى كيوصلوا ديك المناصب المهمه؟ انا ما دي باك حتى هادو تيمشيو عند الفقيه. لا هادوك ما كيمشيوش عند الفقيه، هادوك الفقيه كيمشي عندهم سيرفيس ا دوميسيل. اختي سمحي لي، ولكن انا داكشي ما كنامنش به. خلاص سعيده، ولا جربتي شنو هذا تخسري؟ عرفتي شنو بعدا؟ زيني عافاك شويه القهوه. سعيده شنو مشيتي بلا ما تخلي لنا فلوس المارشي باش غنتقداو؟ لا مدر ما خلاش لك الفلوس. هادشي ماشي معقول، الا كانت هادي دارو خاصو يقدر عليها بوحدو. وبالنسبه ليا بلا ما تكلفي راسك راني مغديه برا. تغدي ان شاء الله بالسم وبالحنطه اللي قطع عليك المصاري. حوايجك كنتي كتشري فيهم كلشي اللي في هاد الدار ديال خويا، دابا جات معاك كتبرع عليك بها. ماما يمكن لي نخلي عندك حوايج. يا بنيتي عاد كتسوليني مرحبا بك داركم هادي. عمرني ما كان كيسحب لي بلي حميد غادي يتغير. رفدتي حميد ونزلتي حميد، كان كيسحب لي ولد الناس، على هادشي كنت كنصبرك عليه. ساعه يا بنيتي خرج لي فيه شق الماء. ايوا رجع في الله، هذا ما نقول لك. انا مشيت ماما. ما عرفتي يا بنيتي هاد السعد ديالك فين مخبي؟ مرضيه ومهديه وحنينه وضنينه. ايوا الا كانت من عند الله مرحبا به، ولا كان من عند العبد الله ياخذ حقك منه ولا يبطيه. خليتك على خير. بسلامه لالا. الله يرضي على بنتي، الله يرضي عليك. توصل على خير يا بنتي. ها حصلتي كضحكي ها؟ هكذا نبغيك. اشنو وقعت شي معجزه وتصالحتو؟ انا ما كنامنش بالمعجزات. وشنو السر ديال هاد البشره هادي؟ لا والو، راه تنضحك على راسي. انا داكشي غادي ندير. وشنو غادا ديري؟ غنمشي نشوف واحد الفقيه. انتي غتمشي تشوفي الفقيه؟ وعلاش لا؟ اش غنخسر؟ ولكن اش بينك وبين شي فقيه انتيا؟ مولا اللي غادا تديني. قولي دابا هي مولات هاد الري هذا. ملي الخوك كيداوي علاش ما يداويش راسو؟ صافي انت وليتي تدوي بحال حميد. ما تقارنيش بحميد الله يخليك، ما تقارنيش به. لحقاش انا كنبغيك، كنبغيك تكوني سعيده. بصح سهلي حسن وكتر قطة معفو على راشد لا حسن ولا كتر. اللي كيهمني دابا هي الحرية ديالي وديال بنتي، ما خاصني حتى حاجة أخرى. سيفا
صراحه ما مقتنعتش بهذا الشيء. شفتي هاد العيالات كانوا عند الحاج محجوب على كظن يكون ما كانش في الضو غادي يجي عنده بحال هاد النوع. كاين البركة حياة في الماء وغادي نرجلك شي حاجة اللي كتشرب وراه ما غادي تكون غير الخير باش ما كان عاود يرجع عندي ونتهلا فيك مزيان. شنو تفقيه ما كانش في الدو اقري اقري ما بغلبا انا حمقى لي تيقف منى وغادا على وعدي وساعدي عند الفقيه من ديك النهار عاد ما زاد جهل بديت خايفه انا مش ندير شي مصيبه. غنمشي نشوف هاد خينا ونهضر معاه. واش من حق راه ما تنساش بلي انا مازال مراتو تجبد عليك غير الصداع. ما بقيتش قادر نشوفه كيتكرفس عليك ولا كنتفرج. عارفه لكن مع الاسف تحت ما يمكن ليه يساعدني خاصني نعاود غير على راسي. يلا عاود لي شي نكته هادوك ديال القاع الخابيه يظهر لي انا ما صالح غير نعاود النكات. فينالمون Un clown triste n'a jamais fait rire personne. J'ai
Bon appétit. J'ai déjà mangé. Je peux vous offrir un café alors? Non, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que moi je n'en veux pas de votre café. Il est dégueulasse votre café. Non mais vous prenez pour qui avec votre petit air de parvenu à la con? Votre petit costume à la con, votre téléphone portable à la con. Vous croyez que je suis à votre disposition? Monsieur claque des doigts et la nana commence à fondre. J'en ai ma claque des mecs parce que vous êtes tous pareils. Et pour finir, parce que je suis mariée à un petit con comme vous. وصلت مي اختي لاكار مشاو يشوفو عمي كيموت ولكن فرحيش بزاف غادي يرجعو دار خاويه بلا بيهم دابا مع منو غنخلي امل لاباني كانت قبلها راك شريتي عليها جلستي من الخدمه وقبليها صافي راه غندي عند الوالده يمكن لك تجلسي حتى انت عند امك ما زقح ما عندي زهر زهري كل ودته مراتي عندها الزهر في خدمتها تحكم على رجال باش لاغمهم بوها خلى ليها ورد صحيح لكن بلعيناتها بغاتهم ليها بوحدها يطومبي بوغ لي زوطخ كرهت العيالات وما يجي منهم عاد زادتني بنت ما كفاوهاش هاد الخواتات اللي عندي قال لك تمين في واحد لوطيل في ايطاليا شمنو طيل قول بورديل لكن انا راه مراتي كنت كنبغيها كنت مستعد نعطي حياتي على ودها دمي لكن دابا هادي هما تنخرجها منا حبيبه حبيبه ها ماما جات تسلمتي الله يسلمك يبات ياك توحشتك ياك ما صدعتك كيفاش صدعتني صدعها راحه
راني غنيت لهذيك الغنيوات اللي كنت كنغني عليك وانت هي باقيه صغيره. الله ماما شحال تنكون مرتاحه ملي كنكون معاك. عمرني ما بكيت ولا تغيرت في هاد الدار. لا يعطيك ما يبكيك يا بنيتي. نهار اللي مشيتي لداركم وتباك والدار خاويه عليا. كان غير يرجعوا ديك الغوال. بحال شفتيها بعينيك. الله يخليك ماما غنجلس عندك شي ايامات على ما نفكر. وحميد؟ حميد في خبار. مزيان. داكشي علاش كيقلب؟ هذا يا بنيتي راه باغي يبني لك شي فخ. عندك ديري له الخاتم قدي صباعه. شوف الا بغيتي تخلي لي البنيته على راسي وعينيا وانتيا رجعي لدارك وما تخرجيش منها باي وجه من الوجوه. أنا لقيت راجلي مدخل المرا في داري. واش حصلتيهم؟ كيفاش حصلتهم؟ أنا سمعت صوت المرا في قلب داري. شوف لالا، إلي تبتي على راجلك خيانة زوجية، هاديك الساعة يمكن نجيو. صباح على خير. وين نوض عاوتاني؟ غادي نقطع نقولو. أوبلا عاوتاني. سعيدة مراتي وفاء خدمة معايا ولكن ماشي شاف دو سيرفيس. مزيان اللي جيتي بحال تقول لها شنو دير باش تاهي تولي شاف. شوفي اختي ما نبغيش يكون شي سوء تفاهم انني ما بيني وبين راجلك حتى حاجة غير كنا عندي اصدقاء وضروا راسو وصلتي. نجرا ما بيناتكم ما كيهمنيش. الله يخليك دابا خرجي ليا من داري حيت باغا ندوي مع راجلي. ما كرهتش نقتلك ولكن ما قديتش. باش تفدو هاد المناغة قولي شحال بغيتي باش تعطيني براتي. عشرين مليون وكل ما في الدار. هاديك الساعة نعطيك براتك كل ما درجة. عطيني براتي وديك الساعة نعطيك الفلوس واللي بغيتي في هاد الدار كلمة العيالات.